كابتن سيد، دايما الجماهير عايزه تطمن على صفقات الفريق، خاصه في ناس مشيت كتير من فريق النادي الاهلي. الكلام كله بيدور دلوقتي على صفقه يوسف البليلي، ده طبعا الجزائري اللي كان محترف في تونس وكان في السعوديه، وكلام كتير جدا على يعني ان النادي الاهلي قريب جدا من ضمه. بص استاذ مهيب، يعني انا اللي افهمه واللي اعرفه يعني مهم قوي قوي قوي، ان في اوقات كده محاسمها طبعا تحضر للموسم اللي جاي او تحضر للمستقبل وكل حاجه، لكن عندك هدف، اهداف مهمه قوي ان انت تحققها. تخلص بطوله الدوري وبعد كده هنفكر في بطوله افريقيا. مش معنى كده ان انت ما بتبصش لبكره او ما بتبصش للمستقبل، لا طبعا. لا طبعا عندي هبص للمستقبل، بس كمان اللي عايز الفت انتباهك ليه واللي عايز الفت انتباه الناس ليه وعايز الفت انتباه جمهورنا تحديدا ليه، ان انت كل ما هتقرب من حاجه هتبص تلاقي اخبار كتيره جدا بتنتشر واخبار كتيره جدا بتتقال. كل ما تقرب من حاجه طبعاً. يعني كل ما تقرب من البلايلي نعم، كل ما تقرب من البلايلي ولا حاجه ثانيه؟ لا انا بتكلم على التتويج، التتويج لبطوله الدوري، بطوله افريقيا. بتمشي بشكل كويس، هتلاقي خبر هنا وهتلاقي خبر هنا وهتلاقي خبر هنا. الناس لازم تاخد بالها، وانا ما بزعلش على فكره والله خالص، لان انت شغال شغل عام، والشغل العام ده بيدي ارتياحيه او بيدي نوع من عند الناس انها تقول اللي هي عايزاه او تكتب اللي هي عايزاه. فيعني على جمهور النادي الاهلي يكون واعي للموضوع ده جدا يعني. خليك واثق في الفرقه، انت بتقدم موسم يعني انا يعني مش عايز اتكلم بشكل يعني كلام وخلاص، انا عايز اتكلم بشكل فيه ارقام، انت بتحقق ارقام يعني اعتقد ان هي ارقام يعني ما بتتحققش كتير. الحمد لله احنا دلوقتي داخلين على الاسبوع او خلصنا الاسبوع ال 26 مظبوط؟ ايوه. انت كسبان منه 23 تمام؟ اعلى معدل فوز في تاريخ الدوري كله كان محققه النادي الاهلي ب 28 فوز في موسم 2017 2018. يعني انت تاني اعلى معدل فوز كان الاهلي برضه 26 في الموسم اللي قبله. فاذا انت حتى رايح للرقم اللي انت ضربه او اللي انت عامله. فدي حاجات من الحاجات اللي تسعدك جدا وتشرفك جدا وتقول ان يعني انا فخور ان انت كنت واحد في المنظومه دي او واحد من الناس اللي شغاله في الموضوع ده. ومع ذلك مع كل الارقام اللي انت بتحققها بتلاقي ناس بتتكلم على مشاكل او تتكلم على خلافات او تتكلم على مش عارف اخطاء او وضع طبيعي جدا. هو انت مش ملاك يعني؟ يعني في بلايلي، في بلايلي ولا ما فيش بلايلي؟ الجمهور عايز يطمن، عايزين يسمعوا حاجه حلوه. في مهيب عبد الهادي وضحت، ماشي خلاص كده وضحت، وضحت الصوره. طيب